تحية الرفيق. احنا قلنا من تحية لكل اعلاميين زملائنا رفيق وميمة محلاهم كل وعايدة وكذا. احنا قلنا اريد يا اعلاميين حاولوا. انا لاحظت هني نوتر خاطر بعيد شوي رنا ولينا المشاكل بين الاعلاميين كثرت. راهو المواطن بدا يفد منا معناتها داير معناتها انت باش سمعنا اكستريم اي نسم... دقيقه نسمعوه ولا لا نسمعوه ولا اختانا اختانا سفيان والله نحكيوا على الموضوع ان جنرال وكهو انا ما سمعتوش لمحالة. انا شخصيا واحد من الناس قررت قرار خذيته مع نفسي اني ما عاد سامح حتى حد خاصه في بخصوص المشاكل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدنيا. خلينا نعمل راحه بعد القضيه الجمعه اللي فاتت برك عمل ريكاب والله العظيم نحس في روحي نكبر اكثر من اللازم. بعت القضيه بعت القضيه انت برشا ناس برشا ناس دورت زهرك اللي كان باع القضيه وعنده فلوس. لا ناخذ برشا ناس بالحق برشا ناس. تشوف في سفيان هو المنقذ. تشوف سفيان هو وصل له صوته يقول انا ما عرفش نحكي على المشاكل الاجتماعيه والسياسيه بتاع البلاد. اذا لهنا ما تكون كان بعد انا ما عرفش يعني احنا ما نسمعوش ما نحبوش نسمعو دوك سامحني ربيب ما نحبوش لا ناخذ رايكم في الموضوع. رايي شنو انا بكل حب الى صديقي رفيق وصديقتي اميمه صديقتنا وزملاء الكل صديقتنا عايده الاولاد اللي دخلوا حاولوا حتى كاعلاميين ولا بالحق مع برشا ناس يقولوا رفيق هو حصته يعلق على العباد كي علقوا عليه تنبز. لا فما برشا عنف احيانا في التعليق اللي جاوا ضد اميمه. حاولوا نوسعوا بالنا حاولوا نقبلوا بعضنا ايا كان تكويننا ايا كان تحكي معناتها شويه حب ومحبه بين بعضنا خاطر احيانا يزيدوا اضربوا اعطيه كذا معناتها تحس انطيحك باش كل الناس في ترفع قضيه بالله. حاول انت كي تقول نهبط ستاتيو مثلا اخت اللعب يعني قول نهبط باش هل تفرح كي تلقى عركه بين زوزه يا خويا حتى انت مع واحد ضد الاخر هل تفرح كي الناس تبدا تسب في بعضها ما يحركوا الجو علاش ما عليش احنا نشدوا العصا ونص وسعوا بالكم. لا وسعوا بالكم محلاه رفيق محلاه عايده الناس الكل باهين. حاولوا توسعوا بالكم وتنقصونا من مشاكل بين الاعلاميين رغم اللي معناتها كلهم باهين وكلهم نيتهم طيبه ما جات الدنيا سخونة. يلا شنو باش سمعنا تو من صوت الحكمة نوف الورتين باش تعديكم باش تعديو ونمشيو لي بلاتو الحوار التونسي البارح ياسر وحليك حاسين ونمشيو لي بلاتو الحوار التونسي البارح. الكرونيكور أمينة ستار خرجت من حدد انها باش تخرج من الاستوديو وهذا شنو هو السبب. فاست الجزيري قال كان تجي للإتوال حبيت نقول له لا احنا خطبناكم ولا انتم وافقتوا معناتها الإتوال مش مسحقتكم. أمينة بطبيعتي انا مادامني نلعب في اكبر جمعيه في تونس اكثر فريق متوج ما نتصورش تصور طموحي باش يكون اكثر ان شاء الله اكبر جمعيه لو بوبليك اي لي اون تران دو بروفوكي ما راجي تحب تجيبني امين جيب معايا بوس من سوسه حتى انا هكاو تو قلنا مناشطين دارت على الببليك تاع الببليك تصورت الحكايه جمهور مزوز اللي كل شيء جمهور صليتوش على النبي والاخر يقول له جيب جمهور من جندوب ولا يكون حب جمهوري من القروين منظر انا نشوف الكوره بسورتو الكوره سونسيبل في الكوره بصفه عامه سونسيبل انا ما نحبش نعطيك فازه انا وبليل عشناها بدي مثلا يا ولدي السب اللي تحب قول كلام في اللي تحب ما يصير لك شيء جرب قول ربع كلمة في جمعية تعدي ستة شهور من حياتك في لا استقرار خطر حاجة ما تتمسش مش خاطر حاجة ما تتمسش الحب الجمهور للجمعية نتاعو حاجة كبيرة برشا لا عنا العصبية متعصبين شوية احنا مش نتفاديوها نقصد وتعرف مش مثلا ما تمشيش نعرف حتى اصحابنا شكون كي براكيوا في قهوة في باردو مش ما تمشيش مناطق شعبية وقت انا نسيت جمعية قلت فيها تفدليك كيكة ما نقصدش يعني يهبط لك واحد من كهرباء اسمه 100 مليون ولابس كوستيم وكذا انت تقول باش يقول لك صباح الخير مرحبا يقول لك ويتحول الى فان احترام الكل يطير ويقول لي ما قلنا لك كذا وكذا ما حاجه شكون حول من داره راهو من جره الحكايه بتاع الكوره ذي يزطموا عليه جمهور بتاع فريق جستومون معناها انا نشوف انه وامين يخدم برشا بالفاست الكوره راهو مش اول مره مره زدت عديت غنيه بتاع لا يخدم الكوره اما انا نقول الملاعبي اعطاه رد مناسب خاطر هي قتلوا لا وكذا قال هنا في جمعيه كبيره هزت ترويت تونس كل من معناتها صار نوع من الكلاش قالت له رد عليها وعرف في رد سي بيان كوارزي وعرف في رد. يلا نمشي للخبر اللي بعد
الاخبار اللي بعده باش نرجعوا على تصريح وزير الشباب والرياضه نوفل يونكي من الدقيش اللي حكى على الفساد في قطاع التحكيم وقال انه الوزاره باش تاخذ على عاتقها الموضوع هذا وباش تحقق فيه. وهذا تصريح بالضبط. بالنسبه لمساله التحكيم وزاره الشباب والرياضه خذت على عاتقها فتح هذا الملف. وانا نعلم انه راني جديد نسمع في حكام واللي سمعته معناتها حاجات اللي هي انكرويابل. حتى العبد اذا كان يستخايل انه ثم فساد عمري ما كنت نتصور انه الفساد بالدرجه هذه. ثم مئات تاع شهادات باش يكونوا محميين بالقانون اللي هو يحمي المبالغين على الفساد. راهو الفساد في اعلى هرم يعني من لوت حتى الاعلى هرم في كره القدم. الوزير واضح سيد الوزير قلت كلام قال مئات الشهادات ولا هي الوزارة ما تبعش هي الوزارة تعطي للتحقيق خاطر ما تنجمش تحكم هي باش نقولوا باش مالوش صراع وانت تحكم لا الوزارة وتهز للتحقيق مئات الشهادات لو تصح معناتها احنا متأكد سيد الوزير ها نقولوها لك احنا متأكدين اللي فما مئات الشهادات وانه في السيزون عندنا من مينيموم 200 300 ماتش يتبيعوا ويتشريوا وناس ولا يبيع يشري ماتشوه ويبيع ولا يشري ماتشوه اخرين فوالا دونك موجودين. وهو قال من لوطة حتى الاعلى هرم يبدو انه يقصد رئاسة الجامعة والله اعلم ولا رئاسة لجنة التحكيم. ان شاء الله سيد الوزير ما يكونش كلام تاع بوز ان شاء الله يكون كلام تاع فعل لانه لو فما فساد واللي باش يدي بالتصريح ومعناها بالحكاية باش يتم حماية. انا ضحكني حماية المبلغين معناها تخيل تاريخ القربيط اللي يجري مع البوليسية في الاستاد معناها فهمتش حماية معطيته الشخصية باش يتمر اللي باش في تونس عندنا الفازة هذه سفيان باش يدمر الحكايه. نرجعوا نشوفوا نهائي تونس كأس تونس لكرة اليد. نعاود نذكركم اللي احنا من قاعة رادس الياس بن صالح معنا في بث مباشر باش نعطيكم النتيجة. النتيجة ساقية الزيت والترجي الرياضي ثالث فينال على التوالي باش يوريك انهم مسيطرين معناتها ثالث فينال على التوالي زوز مباريات زوز فرق متميزة. خذينا بطبيعة البداية شفنا صوت الجمهور كيفاش من رادس محلي 1400 متفرج ممكن رم حتى دخلوا اكثر حاجه هيله برشا. نرجعوا بعد شويه تو نحكيوا على رادس وعلى المباراه هذه ونشوفوا شنو فيها. هذا هو اهم اللي شفناه في التلفزه. حاجه بير بالباس سانيتير دخلوا معناها الجمهور معناها ناس قاعده تقبل على الترقيح حاجه مزيانه. نقول لك بالباس سانيتير عجبتني ليه ولا عجبتها ناس جربتها بالباس سانيتير دوك الناس قاعده تقبل على الترقيح معناها فيهم خاطر الحكايه ما قبلناهاش من الاول بعد كولين نقبلوا فيها قبل الفاصل وبعد الفاصل باش نعملوا الشعر ولكن قبل الفاصل لنفوكي نسير ريان ديما لاباس. وزير التكوين المهني والتشغيل عمل تصريح مثير جدا وعجبني انا التصريح. قريبا سيتم التثبت في جميع الشهائد العلميه لانه فيها برشا فساد دونك من هاشتاج توا ثبت ثبت فما شيء مش فاسد في تونس ما فما شيء حتى نتاع ولا نطالب حتى اللي في الاستوديو هنا ثبتوا له الراجل قارين مسرح وصحافه هاكم ما يعرفوش من ثلاثيه الايام طالبوا النشطاء بكشف من اجرم بحق الاطفال في المدارس. هذا كل بعد الحملات اللي اسفرت على عده ايقافات بسبب تدليس الشهادات العلميه في سيدي بوزيد وغيره. وي شهاده بلي في ايديهم يشوفونا جماعه المرصد الجوي زاد خاطر يقولوا لنا باش تصب مطر ما تصبش هي اقوى 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 وحده في تونس فما لا اقوى 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 هيئه في تونس هذيك كم تاع اللي تتلهي بالفضاء شو اسمها جمعية تونسية للفضاء هذيك نتاع الفضاء لا هذيك عندها بلاغات غير عادي. وقت قالوا فما نيزك قال لك ماذا سوف تفعل ماذا تفعل قال لك اول حاجه سكر الشباب وسكر البيبان بالحق برافو مش في نيزك في الصاروخ الصاروخ اللي دار هذاك قال لك انه نوصيو التوانسه يسكروا الشباب وسكروا البيبان يقعدوا في الديار والبلاغ اللي بعده واش باش تعملوا مش نورمال نورمال مو هي تعطينا نصائح قالوا لنا اش باش تعملوا يقولوا لنا ولا بينتهم يلا برشا كفاءات اليوم سامحونا عندنا برشا ماتير بعد شويه دونك قلنا لكم فاصل ونمشيو بعد الفينال الهوند بين الترجي ساقية الزيت ومن بعد امير الشعراء ونشوفه في الرسم انا نشوف في مشاهد رسم حاجه هايله برشا. فاصل ونعود في ديما لاباس. انتوا ما تسمعوا في ديما
سال ترادس فينال كأس تونس لكرة اليد موسم 2020-2021 إلياس بن صالح. إلياس مرحبا بك من جديد. نوفل نلعب توا في 16 دقيقة لعب في النهائي ما بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقية الزيت. التقدم للترجي بثمانية مقابل خمسة، ثلاثة أهداف فارق إلى حد الآن. ممكن زوز فرق قاعدين يعولوا على زوز تشكيلات هذوما، ترجي محمد صفر، طارق جلوز، أسامة مغانمي، بلال عبدلي في، وأيضا يوسف معرف وليس الحشيشة، وبشكل أكثر على يوسف معرف اللي يتميز بقوة بدنية كبيرة برشا وتسديداته قوية برشا، وكيف كيف زاد المدرب تاع ترجي عاول على عبد الحق بن صالح في مستوى التنسيق. بالنسبة للنادي ساقية الزيت، أمين العاش في حراسة المرمى، بلال بلال، محمد عمار، محمد أمين بن غار، محمد علي البحري، جهاد عرعار، وطه السماوي. توا كرة لفائدة فريق ساقية الزيت ضاعت، دونك سكور يبقى هو نفسه 8 مقابل 5 في 17 دقيقة لعب في نهائي كأس تونس لكرة اليد ما بين الترجي وساقية الزيت. يعطيكم الصحة. يلا نمشي وتول أمير الشعراء في 10 دقائق.